psoriasis او الصدفيه. الصدفيه هو مرض جلدي بيطلع وين ما كان على الجسم، بس اكثر شيء على الكوع وعلى الركب. هو عباره عن بقع حمر ملتهبه ناشفه وعليهم قشره بيضاء سميكه كثير. ممكن كمان يطلع على جلده الراس وممكن يطلع على الضفير. في ناس بيطلع عندهم بقع او بقعتين بضلهم هيك لحياتهم. في ناس ثانيه مع الوقت ممكن يتطور وينتشر ويجي على كل الجسم. ما فينا نعرف كيف حيتطور وما فينا نوقف التطور، فينا بس نعالج البقع لما تطلع. اهم شيء انه ما بيعدي، ما بياثر على الصحه وما بيتطور لاي شيء ثاني، يعني ما بخاف بس بنعالجه مشان شكله. كعلاج ما عندنا هالعلاج اللي كثير منيح للصدفيه، اوقات بنستعمل كريمز بأقلم كورتيزون، بنقول للمريض يعرضهم للشمس بيساعد كثير، تقريبا نص ساعه بالنهار، واذا كانت المرض كثير قوي او مثلا منتشر كثير بالجسم، ممكن نعطي ادويه شوي بجرب يخففوا هيدا المناعه الزايده الموجوده. Uplift your skin to uplift your life.